احتفلت مدينة الإنتاج الإعلامي بالأمس بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها. هو الحفل الذي أحياه الفنان راغب علامة وفرقة فابريكا. ووجه الحاضرون عدة رسائل لدعوة مدينة الإنتاج الإعلامي بأن تكون هذه الاحتفالية انطلاقة وبداية لعودة المدينة إلى مجدها في صناعة الأعمال الفنية. بعروض أسطورية وألعاب نارية، ووسط حضور إعلامي وفني وسياسي ودبلوماسي كبير، انطلق حفل مدينة الإنتاج الإعلامي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، الذي أحياه الفنان العربي راغب علامة وفرقة فابريكا. النهارده بقى لنا 20 سنه على مرور انشاء مدينه الانتاج الاعلامي، فده ان شاء الله على مدار السنين اللي جايه كلها هيكون في استديوهات اكتر، هيكون في انتاج اكتر، وانا اعتقد ان احنا بنشرفين الوطن العربي كله بانشاء جميل وكبير وضخم زي ده. صرح مهم جدا 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 لمصر والمصريين والوطن العربي كله. صرح مهم كبير. صرح مهم كبير جدا. عايز اقول طبعا لكل الناس كل سنه وانتم طيبين. النهارده حاجه مشرفه جدا ان في مصر بيتعمل احتفاليه ضخمه زي دي. عايز اقول لكم يا جماعه التجهيزات هنا في المدينه حلوه جدا 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 جدا، ويمكن فعلا دي رساله قويه جدا للناس اللي بره ان احنا عندنا صرح كبير جدا. يعني الناس تقول لك دبي ومدينه الانتاج هناك، لا احنا يعني بجد هنا ده انا بعتبره ان مدينه الانتاج الاعلامي ده هنا مزار سياحي. مدينه الانتاج الاعلامي طبعا صرح كبير جدا، كان حلم كبير بالنسبة لنا كلنا وتحقق من 20 سنة، وبعتقد ان هو مدينة الانتاج الاعلامي نقلت الاعلام المصري نقلة كبيرة جدا والاعلام العربي ايضا. بتمنى ان شاء الله للصديق والزميل العزيز الاستاذ اسامه هيكل والفريق اللي معاه انه ينجحوا في خطه التطوير، وعندهم استراتيجيه كبيره جدا، وانا اطلعت عليها وشفتها شايف انه هتحصل نقله كبيره جدا في مدينه الانتاج الاعلامي. احنا وصلنا لمرحله كبيره، يعني انا في المدينه منذ بدايتها، وبدات اول برنامج ليا يمكن خارج المدينه، لكن بعد كده انتقلت لتقديم كل اعمالي من المدينه. يعني عمري كله قضيته هنا في المدينه، عارفه الاستوديوهات استوديو، عارفه الارض والجدران والكاميرات، يعني لما بخش ببقى في بيتي. احنا بنحاول ان احنا نقول ان احنا المدينه الحمد لله على مدى ال3 سنوات الماضيه تحولت من الخسارة إلى الربح، وبالتالي ده سبب الاحتفال. طب بعد ما عملنا ده هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى ننطلق ازاي للمستقبل. انا بقول ان النهاردة اللي هو يوم 11 يناير 2018 هيبقى نقطة انطلاق جديدة للمستقبل، زي ما احنا عاملين في اللوجو كده. رسائل عدة من الحضور تدعو المدينة ان تكون هذه الانطلاقة بداية لعودة المدينة الى مجدها في صناعة الاعمال الفنية التي برزت في عصرها. احنا جزء منها وهي جزء مننا. اتمنى ان الايام اللي جاية يركزوا بقى على انهم كمان ينتجوا، عشان يبقى زي ما قلت قبل كده انه يبقى فن يلم الاسرة كلها، يعني الصغير بس الصغير كمان يتمتع والكبير يتمتع. كل سنة وهم طيبين ومزيد من التقدم، وأتمنى ليهم يعني نوصل لمسلسلات زي أمريكا بالظبط كده. مدينة الإنتاج طول عمرها كانت واقفة في الدراما بشكل قوي جدا. أول مرة نسمع عن رمضان، بس سيزون لرمضان بعد ما مدينة الإنتاج وقفت، فإن شاء الله هترجع ويبقى دراما طول السنة إن شاء الله. فخورة طول عمري بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأي فنان فخور وبيحب هذا الكيان، لأنه كيان ليه قيمة كبيرة جدا جدا، وسعيدة بأن هنرجع تاني نشوف إنتاج من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي. يسعى القائمون على إدارة المدينة من خلال هذه الاحتفالية إلى انطلاقة جديدة للمدينة حملت شعار انطلاقة جديدة للمستقبل، في خطوة لتطوير المدينة وعمل إنشاءات جديدة تضع المدينة على خريطة مدن الإنتاج العالمية.